يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر. صلى الله من حمده. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم.
وسوسه في الناس من شر وسوسه في الناس الذي يوسوس في صدور الناس لا يحب الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ بالناس ملك الناس لا يحب الناس من شر وسوسه في الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقائم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق فضله والهدى العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات واغفر وارحم انت خير الراحمين. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم يا ولي يا حميد يا مولى يا معيد يا رحم يا ودود اغنى بحلالك عن حرام وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك. اللهم يا ولي يا حميد يا مولى يا معيد يا رحم يا ودود اغنى بحلالك عن حرام وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مولى يا معيد يا رحم يا ودود اغنى بحلالك عن حرام وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا والتوفيق والهداية وإخلاص النية والاستقامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.